أقيمت بجامعة إب وقفة حاشدة لطلاب وطالبات الجامعة تأييدا لموقف القيادة الثورية المساند للشعب والمقاومة الفلسطينية. وفي الوقفات بارك المشاركون العمليات النوعية التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية ضد الأهداف والسفن الإسرائيلية تنفيذا لتوجيهات قيادة الثورة وتلبية النداءات وتطلعات أبناء الشعب اليمني في نصرة القضية الفلسطينية. وصدر بيان طالب المشاركون فيه القوات المسلحة اليمنية باستمرار العمليات ضد الكيان الصهيوني والرد القاسي والمؤلم ضد العدو الأمريكي الذي تجرأ على قصف زوارق للبحرية اليمنية. وشدد البيان على ضرورة التصدي بحسم لأطماع العدو في السيطرة على مقدسات ومقدرات الأمة.